القاهرة كلها أو مصر كلها إلى قشلاق إلى معسكر اعتقال كبير. هذه أجواء سبتمبرية، يعني تعيد إلى الأذهان أجواء سبتمبر 1981 في ذلك الذي سمي خريف الغضب، عندما كان النظام يتحرك للأسف الشديد مثل ثور هائج في مدينة زجاجية، يعني يكسر ويدمر ويعتقل ويقتل ويسحل، كل ذلك لتثبيت أركان سلطة. يعني هذا هو يعني ولكن ماذا كان بوسائل السلطة أن تفعل وهي ترى أن هذا العدد الكبير من قواتها يقتل ولم تشهده مصر يعني مثل هذه الخسائر منذ عقود؟ اولا يعني شوف الروايه الخاصه بهذا العدد من الشهداء، يعني هناك لغط كثير حولها، ولكن سنسلم بصحة الرواية الرسمية. كان ينبغي على السلطة أولا أن تعالج أوجه القصور والإهمال والخلل الجسيم هذا الاسترخاء، وأن تتذكر جيدا وأن تستوعب الدرس جيدا أن استغراق المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي اليومي في مطاردة الفتيات والأطفال في الشوارع وفي المظاهرات، هذا بالضرورة سيؤدي إلى فراغ في الأماكن التي من المفترض أنها المجال الحيوي لممارسة دور المؤسسة العسكرية. كان على السلطة أن تحاسب المقصرين والمهملين والذين تسببوا في هذه الفجعة التي أصابت الوطن كله. طيب. أما أن تستثمر هذه في تضييق الخناق، أولا حريات الصحافة، يعني أن نحن عدنا في هذه اللحظة بالصحافة إلى وزارة الإرشاد القومي، عندما يسلم الذين ناضلوا طويلا من أجل الحريات رؤوس رأس الصحافة المصرية كما تسلم الشاه رأسها لمن يذبحها، فهذه كارثة. طيب. التضييق على المنظمات الحقوقية اليوم، وأنا أحدثك هناك بلاغ من الأمن الوطني إلى وزارة التضامن الاجتماعي بأكثر من 30 منظمة حقوقية يقال أنها تعمل بدون ترخيص، أن تتحول كل مؤسسات الدولة إلى تعامل معاملة المنشأة العسكرية. جامعة القاهرة مثلا ستعامل كمنشأة عسكرية، رئيس جامعة القاهرة سيعامل كقائد عسكري، وبالتالي الهتاف ضده أو التظاهر داخل الجامعة سيعد جريمة خيانة عظمى. يعني هذا في اليوم الذي يشير فيه العالم عن المنشآت القرار يتحدث عن المنشآت قد يكون الحديث عن الجامعة طبعا يدخل في هذا الإطار باعتبارها